السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم شهوات أم إناس. اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم طريقتي اللي كندير في الشيفلو اللي كندخلو الفران، كيجي رائع البنات وأيضا كيجي مقرمش. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير وأيضا الطريقة. واللي أول مرة يشوف هاد الفيديو يدير اشتراك وأيضا يفعل الجرس باش يوصلوا دائما جديد الوصفات ديالي. نتمنى تدعموني بتعاليقكم، وأيضا كنشكر كاع البنات اللي كيديروا لي التعاليق اللي كيفرحوني بزاف وكيعطيني أنني نزيد مازال نعطي ونحط فيديوهات جداد. ودابا نخليكم مع الطريقه اللي سهله وكيجي الصراحه بنين ورائع. سلام البنات، لاباس عليكم؟ بخير. المهم بغيت نوريكم هنايا انا كي كنستعمل هاد بغيت نوريكم كي كندير طريقتي باش كنستعمل هاد الشيفلور. طريقتي كي كنطيبو الصراحه كتجي بهاد الطريقه اللي كندير زوينه. هنا حتى بديت عاد وانا نتفكر قلت علاش لا اللي ما نديرش للبنات هنايا واحد الفيديو قصير. بالنسبه لهنا كناخذهم بحال هنا بحال شجيرات هكذا، كنقطعهم مزيان بحال هكذا. الا بانت لكم شي وحده فيها بحال هاد الكحوليه كنحاولوا اننا نحيدوها بحال هكذا بحال هكذا، كنحيدوا هاد الكحوليه هكذا. كنديرو هنايا شويه ديال الماء، غادي ندير شي واحد القطرات ديال الخل. نخليهم واحد شويه ونعاود نغسلهم مزيان. هو من الاحسن كترقديه في الماء بحال هكذا، ومن بعد غادي ندوز باش نفورهم. نخليه بحال هكا واحد شويه ونعاود ندوز نغسلو. هنايا البنات كما شفتوا غسلتو مزيان وسقطرتو حتى نشف. دابا غادي نفورو غير واحد شويه، يعني غير يطيب واحد نص طيبه، ومن بعد نحيدو وندير ليه واحد التتبيله اللي غندخلو الفران وغيجي هائل. بقاو معايا، دابا غادي نمشي نفورو غير شويه، خصو يبقى شاد في راسو ما يبقاش يتفتت لينا حيت مازال غيكمل الطياب ديالو في الفران. هنايا البنات درت جوج المعالق كبار ديال الدقيق ابيض فوس، شويه ديال البودره ديال الثوم، البابريكا اولا الفلفل الاحمر تحميره، غادي ندير ايضا شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، وغادي نزيد عليهم بيضه كامله. نخلطوا هاد المكونات شويه بحال هكذا. غادي نزيدو عليهم واحد شويه ديال الحليب باش ما يبقاوش هكا، هي باش يجريهم واحد شويه. صافي، ما خصوش يكون جاري بزاف وايضا ما خصوش يكون عاقد بزاف. هذه هي التتبيله سهله مهله. صافي، دابا غنبدا نسخن في الفران. غادي خصو يكون الفران سخون بزاف وايضا زعما على درجه حراره عاليه، تقريبا 200 اولا 250. نسيت هنا ما قلتش لكم بالنسبه للهريسه، بالنسبه للفلفل حار اختياري، ممكن انكم تضيفوا شويه ولا ما تضيفوش ولا تضيفوا بزاف. يعني هاد الهريسه ماشي الهريسه عفوا السودانيه، حتى هي كتجي زوينه. هذا هو الخليط هكا كيكون القوام ديالو بحال هكا.
غير باش تعرفوا القياس. هاد تيكون خط واحد. مني يتفور ليا نص فورة غادي نهزو ونديرو في هاد التتبيلة، ومن بعد ندخلو الفران. البنات البنات هاهو بعد ما تفور لينا الخليط ديالي هاهو، غادي نبدا ناخد هاد القطع باقيين سخانين بسم الله، وغادي نغطسهم على هاد النحو كدا. عفوا هنايا نسيت ما درتش قطيره ديال الزيت، زيت الزيتون غير قطيره ماشي بزاف، غير شويه. يلا تفكرتها غير دابا بحال هكذا صافي. نحاولوا ندخلوه بحال هكا في هاد البلايص لداخل، ونهزوها حتى تسقطر واحد الشويه. ونحطوها في الصينيه اللي ديجا فرشنا لها الورق المطبخ، الا ما كاينش ندهنوها بشويه ديال الزبده بحال هكذا. كي قلت لكم ما خصوش يطيب لينا بزاف باش ما يبداش يتفتت لينا. منين نكونوا دابا هكا كان نتبلوه بهاد التتبيله. نعم ايناس وي بيبي يا حبيبه بابا بيبي واخ. لا تاع ايناس هاو البنات دابا غادي ندخلو الفران، من بعد ما يطيب نطلق. البنات هاو بعد ما خرجتو من الفران تحمى واحد شويه. البنات ها هو الشيفلو ديالنا كيجي على هذا الشكل، كيجي البنات غزال بزاف بزاف. ها هو كما كتشوفوا، نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتجربوا هذه الطريقه. كما قلت لكم البنات، نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذه الطريقه، راه غتعجبكم بزاف بزاف. دابا ما بقى لي الا نقول لكم الى اول مره شفتوا هاد لا فيديو ديروا اشتراك وجيم، شجعوني كتبوا لي لي كومونتير، وايضا فعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد الفيديوهات ديالي. دابا نقول لكم بسلامه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع شهوات ام ايناس. بسلامه عليكم.